كويز. شكون تعتبر اليوم احسن لاعب تونسي؟ اسامة بوان. احسن لاعب في تاريخ تونس؟ وسام امين. احسن بيفو تونسي؟ عصام تيش. ما عصام عاش يلعب. حاليا؟ حاليا جهاد جبل. لا خير منك؟ ما نبسطنيش، ما حكيتش على روحي انا، نحكي على جهاد جبل. اي لازم يكون خير مني جهاد. لاعب في بطولة تونس تشوفه قادر ينجح في اوروبا؟ مصباح الصانع. اقرب لاعب ليك؟ اسامة حسني وخالد الحاج يوسف. شكون الجارديان تقرا له حساب؟ تونسي ولا في العالم؟ كما تحب. لندين. لندين. افضل مدرب تونسي؟ حافظ الزويبي. افضل مدرب دربت عنده؟ حتى على بورتو حافظ الزويبي. قداش اول سالير خذيتها؟ 400 دينار. واكبر سالير؟ اكبر سالير نجيب صوت نجيب صوت. باهي شكون ملاعب بكركار مش خدام؟ كركار بتفديك يا ولد. بتفديك في لونترينمون واحد. سبع حزن جاي متقلق يبدا لونترينمون. لا مش متقلق، اما جو عليه في لونترينمون. بالعكس خدام تو يخدم برشا. خدام مصباح. انا ماتش يقعد في بالك ما تنساش. ماتش يقعد في بالي بالحق، انا ياخذ ماتش بالي نتاع دومي فينال كوب كلوب والاسبيرونس في رادس، كنا متاخرين 7 أهداف فارق ورجعنا وربحنا. عام قداش؟ عام 2011. انت مع الكلوب؟ انا مع الكلوب. بونتو ما تنساش؟ بونتو ما ننساش. يقعد في بالك. سنة صارت لي بونتو مع فريق ترومبلي، معناتها اللي اقتنصت الكرة في الدقيقة في سالا دارنيير سكوند وماركيت بونتو تعادل كونتر فريق سيسون. باهي أحلى بونتو، بونتو مزيان ماركيتو. بونتو مزيان. والله بون برشا هو. واحد أعطيني. بنتي نهار الشناء. قولوا برا قولوا مثال اشترح شيلي روكولات. باهي أحسن لاعب في العالم. حاليا ساندر ساغوسين. احسن مدرب في العالم؟ انا تو نشوفه مدرب تاع مصر. كان تيري لوكويز.